امبارح كل وسائل الإعلام العالمية كانت بتتكلم عن المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023. طبعا كل التوقعات بتتجه صوب الأرجنتين ليونيل ميسي بعد فوزه مع الأرجنتين بكأس العالم، وتقارير كتير أعلنت أن مجلة فرانس فوتبول المانحة للجائزة بالفعل أبلغت ميسي بأنه الفائز بالكرة الذهبية. عامة خلاص يعني تقدر تقول كلها كام يوم هنتابع الحفل وهنشوف الجوائز الأفضل يوم 30 أكتوبر الجاري. ميسي حقق ما لم يحققه اي لاعب في تاريخ كرة القدم. بص، دايما بيطلق على ميسي قال لك ان هو قفل اللعبه، فيعني اعتقد هو فعلا قفل لعبه كره القدم وحقق فيها كل يمكن حاجه بعد كمان تتويجه بكاس العالم، عشان بعد كده انت بتتكلم كان بيختار النادي اللي هو يعني ينضم ليه، وكان بمنتهى الهدوء كمان بيفكر، مش ليه حسابات، هو عايز يختم يمكن مسيرته الكرويه في نادي يكون بالنسبه له الافضل ومريح كمان ليه والعائله. تابعنا طبعا هذا الملف في وقتها يعني بشكل اكثر تفصيلا، لكن فكره انضمامه طبعا لانتر ميامي الامريكي واللعب فيه، هو بيلعب دلوقتي للمتعه زي ما بيتكلم او زي ما بيصرح دون ضغوط تماما، واعتقد هو ده ذكاء برضه، يعني هو مش محتاج يثبت حاجه تاني ابدا في كره القدم. وفكره كمان ان هو لو فاز بالكره الذهبيه هذا العام فانت في مقبله او يعني فرانس فوتبول انت هتكون المره الثامنه في العموم، وده رقم اعتقد قياسي جدا، لان هو اقرب حد ليها حسب برضو معلوماتنا بعد حصوله على الكرة الذهبية كان رونالدو، كان وقتها خمس مرات فقط، فيعني فوارق كبيرة. خلينا ننتظر بس، انا اعتقد طبعا هو الاقرب ليها كمان هذا العام. دي بقى المداخلة دلوقتي معانا الناقد الرياضي الاستاذ احمد غنيم. استاذ احمد صباح الخير، بصبح عليك طبعا انا وفاروق في البداية. صباح الخير عليك انا وندى وكل مشاهدي قناة النادي الاهلي. بص انا هبدا معاك حاجه حاجه، بس خلينا نبدا في البدايه، يعني ميسي قريب ام بعيد او النسبه اكبر بالعكس هو اللي هيفوز بالكره الذهبيه هذا العام ومن جديد هيحقق يعني تاريخ كبير او تاريخ جديد؟ خلينا نعرف منك. بالتاكيد ميسي هو الاقرب لتحقيق الكره الذهبيه كما ذكرت، ان هوندا المره الثامنه في تاريخه هيكون هيبتعد بفارق 3 مرات عن اقرب ملاحقيه هو البرتغالي كريستيانو رونالدو. طبعا دي كانت سنه كاس العالم او كان الموسم الماضي وكان موسم كاس العالم، وبالتاكيد هو اهم حدث في كره القدم على الاطلاق، اهم حتى من دوري ابطال اوروبا، غير المستوى الاستثنائي الحقيقه اللي قدمه ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وتحقيقه الثلاثيه التاريخيه مع مانشستر سيتي وتسجيله حوالي حتى الان يعني 60 هدف في 65 مباراه مع مانشستر سيتي. صحيح ان ميسي على مستوى باريس سان جيرمان كان طبعا النتائج كانت سيئه جدا، واكتفى بتحقيق الدوري الفرنسي ورحل بشكل سيء جدا، وخلافات شديده جدا مع جماهير باريس، وحتى الجماهير كانت يعني باللغه المصريه بتزوم عليه بشكل جامد جدا، لكن تبقى سنه كاس العالم ميسي هو الاقرب، حتى ان بعض وسائل الاعلام مش بس الاسبانيه كما حدث بالامس، وسائل الاعلام الارجنتينيه تحدثت كمان ان مالك انتر يعني معظم مالك انتر ميامي وكمان عائله ميسي حجزوا بالفعل طيران العاصمه الفرنسيه باريس لحضور الحفل ان شاء الله اواخر الشهر الحالي، فكل المؤشرات بتقول بالفعل ان ميسي هو الاقرب لتحقيق البالون دور. كويس، طب ليه المعقيل مؤخرا وانتشر بشكل كبير كمان بعض شايف ان هالاند هو اللي يستحقها اكثر هذه النسخه، يعني رايك ايه برضو في الناس اللي رايها بهذا الشكل؟ طبعا هو هالاند بالتاكيد يستحقها، يعني بيستحقها، لكن مشكله هالاند الرئيسيه ان هو الموسم اللي فات كان موسم كاس العالم، وكاس العالم اهم اكيد من دوري ابطال اوروبا، صحيح ان دوري ابطال اوروبا هي اهم بطوله الانديه على مستوى العالم، وهالاند بالفعل قدم مستويات استثنائيه وساهم في الثلاثيه التاريخيه لمانشستر سيتي، لكن هي سنه او موسم كاس العالم، وموسم كاس العالم بالتاكيد ميسي كان هو يعني القاطره التي قادت الارجنتين لتحقيق لقب البطوله، فبالتاكيد يعني يمكن دي النقطه اللي كان عليها خلاف، هو لغايه في خلاف بالمناسبه في ديبيت كبير جدا على الموضوع ده لغايه دلوقتي، ميسي ام هالاند، لكن انا في وجهه نظري ميسي يستحقها لانه بالتاكيد الموسم الماضي كان موسم كاس العالم. استاذ احمد انا بصب عليك، الاخبار كلها زي ما انت قلت بالراحه في اتجاه طبعا ليونيل ميسي، لكن من وجهه نظرك او شايف مين اللي هيكون يعني جائزه افضل حارس ومين هيكون افضل مدرب في استفتاء هذا الموسم؟ لو يعني المفترض ان ميسي هيفوز بالبالون دور طبقا ان هو قاد الارجنتين لكاس العالم، فهتكون جائزه افضل مدرب كاس ليونيل سكالوني مدرب الارجنتين، وان كنت اتوقع ان ممكن بيب جوارديولا هو يحققها نظرا طبعا للثلاثيه التاريخيه اللي قاد بيها مانشستر سيتي الموسم الماضي، فهي منافسه هتبقى بين سكالوني وبين جوارديولا. انا شخصيا اتمنى جوارديولا، يعني جوارديولا الحقيقه اللي عامله مانشستر سيتي الموسم الماضي شيء اسطوري، لكن سكالوني منافس ومنافس بقوه نظرا برضه لان كان الموسم الماضي هو موسم كاس العالم، وسكالوني قاد الارجنتين لتحقيق لقب كاس العالم بعد غياب حوالي اكثر من 30 سنه.
يعني من النقاط المهمة وأيضا يعني كان في حديث نهاوند عن هذا الأمر إن ميسي بيلعب أو اختار إنتر ميامي للمتعة بعيدا عن الضغوط. بنشوف برضو ميسي في أدائه في يعني في نفس تأثيره على الكرة في فريق إنتر ميامي. شفت يعني تواجد ميسي أو لعب بحجم وقيمة ميسي في الدوري الأمريكي، شفتها إزاي مدى التأثير اللي هو قدر إن هو يصنعه هناك في الكرة في فريق إنتر ميامي؟ لا، هو عمل تاثير كبير. يعني انا حتى على المستوى الشخصي اضطريت يعني اشترك في المنصه اللي بتبث مباريات الدوري الامريكي حتى اتابع ليونيل ميسي، حتى المباراه طبعا بتقام بشكل متاخر بتوقيت مصر. تاثير كبير جدا، بنشوف مشاهير امريكا من فنانين ومغنيين وسياسيين وحقيقه من كل الطوائف الولايات المتحده الامريكيه بيحضروا مباريات، وبدا بالفعل جذب مره اخرى. أنا اعتقد ده اقوى تاثير على كرة القدم من ناحية تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تعاقد لوس أنجلوس جالاكسي مع ديفيد بيكهام اللي هو أحد بلاك إنتر ميامي حاليا في صيف 2007. أنا أعتقد ده من أقوى التأثير في تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة. أعتقد ده هيدي بوش كبير جدا، خاصة إن التعاقد مع ميسي تحديدا مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، نظرا كمان إن هي مقبلة على تنظيم كأس العالم رفقة المكسيك وكندا في نسخة 2026، هتكون نسخة تاريخية لأول مرة تكون تشهد مشاركه 48 منتخب. مش عارفين حتى قبل المناسبه ميسي هيلعب ولا لا، لكن ميسي كما ذكرت نهاوند كما ذكرت حضرتك اختار اختيار واقعي جدا بالنسبه لي، هو قفل كره القدم بالفعل. هو بيلعب دلوقتي للمتعه، واختار ايضا اختيار عائلي لان العرض كان مقدم من المملكه العربيه السعوديه، كان عرض خيالي بيتكلم كان الراتب السنوي بيتخطى 400 مليون يورو، لكن هو رفض كل ده وفضل الاختيار عائلي. اه صحيح طبعا راتبه في انتر ميامي ممكن بيصل بحساب بقى الرعاه والدعايه وكل ده ممكن بيصل ب 100 مليون يورو سنويا، لكن طبعا هو اختار برضه جزء منه عائلي وجزء ايضا منه. الاختيار ده مهم جدا للولايات المتحده الامريكيه ان هم مقبلين كده على تنظيم كاس العالم، فبالتاكيد هو بيستفيد ان هو في نوع من الريلاكسيشن، والنادي بتاعه بيستفيد بالتاكيد تواجد ميسي، والدوري الامريكي بيستفيد، والبلد كلها بتستفيد ان هم مقبلين على تنظيم كاس العالم بعد كاس. هو اصلا المجتمع الامريكي اصبح دلوقتي بيهتم اكتر بكره القدم، وده مش مبالغه مني، يعني اكيد حضرتك متابع واكيد حضراتكم دلوقتي اللي بيسمعني فاهم انا بتكلم فيه ومتابعين. الثقافه الامريكيه والشارع الامريكي لا يهتم كان الا تحديدا بكره السله، دي الرياضه الاولى عندهم يعني. لكن مع قدوم ميسي حتى احنا شفنا فيديوهات استاذ احمد لحضرتك طبعا تابعتها اكيد، ميسي في الاول لما كان اول مراح خالص لما كان بيمشي في الشارع ما كانش الناس بتلاحظه من الثواني الاولى، كان بيقعد شويه وبعدين كان في حد يعني مصور المشهد ده بشكل مفصل، الناس مش بتعرف ده مين على طول، لان هم هناك بطبيعه الحال مش ملمين قوي بكره القدم. طبعا هو شخصيه عالميه معروفه لكن الناس مش مهتمه قوي بيه زي ما تهتم مثلا بلاعب في السله يعني. فهي دي النقطه. لكن دلوقتي لما تيجي تتابع تلاقي لا تعليقات كتيره جدا وشار كبير جدا واهتمام كبير جدا وحضور جماهيري اكتر للماتشات المختلفه، فده برضو يؤكد ان فعلا ميسي حقق برضو نجاح كبير جدا وطور كرة القدم أو مفهومها هناك في أمريكا يعني. ده بالتأكيد بالتأكيد بتفق مع كل كلمة قلتيها أنا هوند، ويعني أنا أعتقد إن التعاقد مع ميسي كان ليه أبعاد أخرى كمان بعيدة جدا، كمان نوع من الدعاية، كمان نوع برضو في أجزاء يعني مش عايز أخش في الجانب السياسي، لكن برضو نوع من تحسين الصورة بعد الشركات المتحدة الأمريكية. ولكن في كل الأحوال هو كان صفقة مهمة جدا للكرة الأمريكية، وأعتقد هم هيستفيدوا بشكل كبير جدا، وهيحاولوا هم اكيد بيحلموا ان ميسي صحيح ما حسمش قصه مشاركته في مونديال 2026، لكن هم بالتاكيد بيحلموا ان هو رؤيه ميسي مع منتخب الارجنتين في مونديال 2026 على الملاعب الامريكيه. رائع جدا. قبل ما نختم برضو يعني اكيد حضرتك برضو ملمه بهذا الموضوع، عايز اتكلم شويه او حتى سريعا عن اللجنه الاولمبيه وقرارها بضم السكواش، ان احنا كنا بنقول يا ريت بقالنا سنوات بنقول يا ريت، لان السكواش من الرياضات اللي احنا متالقين فيها جدا عالميا. لما اجي اتكلم عن التوب 10 خمسه منهم مصريين، فده انجاز ما اعتقدش موجود في اي دوله او اي دوله تانية حققته بفوارق كمان الاهتمام المادي والرعايه الماديه، وهتكلم على الماديه تحديدا لان هي بتفرق بشكل كبير جدا في اللايف ستايل وفي الدعم للاعب في اي رياضه كمان. فبتشوف القرار ده برضو ازاي، وهل فعلا ممكن ان احنا نقول دي خطوه جيده جدا، ولا البعض اللي كان بيتكلم ان طب خلونا نرجع لورا شويه، التايكوندو لما كنا بنقول عايزينه يدخل الاولمبياد وبعدين دخل الاولمبياد وما وصلناش للتصفيات اصلا النهائيه، يعني دي نغمه برضو الناس بتتكلم على اساسها. هل حضرتك تعتقد ان احنا لا مع ان شاء الله وضع السكواش كرياضه اساسيه في لوس انجلوس 2028 فعلا مصر هتقدر كده نقول ضمنت يعني ميداليه ذهبيه، ام الامر لا غير محسوم وربما ما نحققش اي حاجه ولا نصل حتى للتصفيات النهائيه؟ خليني اعرف وجهه نظرك.
الامر غير محسوم. احنا مرشحين ومرشحين بقوه، وبالتاكيد انا سعدت جدا بدخول السكواش ضمن 5 لعبات جديده في دوري التأهل ضمن البيسبول ولعبات اخرى والكريكيت وكده، لكن انا في وجهه نظري ما محسوم لان بريطانيا قامت بتكنيس بعض اللاعبين مؤخرا، وواضح ان هي هتبقى مستعده بشكل كبير جدا، واضح ان هي بتحضر لحاجه لاعبين مصريين، ما ده اللي يحزن، ان انت يعني هي هتفوز بلاعبين في الاصل مصريين يعني. بالظبط، وللاسف في معظم المواجهات حتى تمت بين من تم تكنيسهم من بريطانيا وضدنا، المواجهات ما كانتش في صالحنا، فانا يعني لا نشتغل نشتغل بشكل قوي جدا، ما نقولش احنا خلاص ضامنين، لان ده ممكن يعمل عليه استرخاء لسه قدامنا وقت حوالي 5 سنين، نستعد بشكل جيد جدا، لكن احنا نقول ان احنا ضامنين، لا اتفق مع ذلك بشكل تمام. يعني خلينا نقول النسبه الاكبر مطمئنين لكن مش ضامنين. مطمئنين بالظبط لكن مش ضامنين، ده حقيقي. استاذ احمد غنيم الناقد الرياضي، نشكرك جدا على هذه المداخله، شكرا لك.